اليمن هي البلد الذي حقق أقل تقدم في العالم في مجال حقوق المرأة في منزلها في وطنها. توكل كرمال حاصل على جائزة سلام، تحافظ على صور الأبطال امثال غاندي ولوثر كينغ ونيلسون مانديلا وهيلاري كلينتون. وقبل سنوات طويلة من الربيع العربي، سنوات طويلة قبل الربيع العربي، الربيع الذي بدأ هذا السنة، كانت هي أحد الناشطات في مجال العمل وأصبحت صحفية وأسست منظمة النساء الصحفيات دون قيود، وقد نظمت جلسات اعتصام سلمية وحملات سلمية ودربت جميع النساء على المشاركة في هذا النضال. في بلد غالبية النساء يرتدين النقاب، توكل كرمان غيرت ذلك واكتفت بالحجاب، وهي أيضا عضو في حزب إسلامي. وفي عام 2011 كانت إحدى القائدات في ساحة التغيير في صنعاء، وقد ألقيت في السجن وتعرضت إلى الكثير من التهديدات، ولكن كل ذلك لم يمنعها طوال الزمن. استمرت في حملتها ضد الرئيس عبد الله صالح وفي الدعوة للديمقراطية وحقوق النساء والتسامح. إنها تدعو إلى التفاهم بين الشيعة والسنة وبين الإسلام والأديان الأخرى. أصحاب السيادة، جلالة الملكة، سيداتي وسادتي، أن الربيع العربي المليء بالوعود قد يتحول إلى شتاء جديد إذا ما أهملت النساء مرة أخرى. إن العنف الممارس ضدهن بشكل مشهود أو غير مشهود ومباشر وغير مباشر يجب أن يتوقف، ويجب أن تشارك المرأة في كل قطاعات الحياة. وأنها أن كرمال بطريقة نضالها بينت وأثبت أن الإسلام لا يقف عقبة أمام ذلك، بل على العكس أن الإسلام لابد أن يكون جزء من كل الحلول. آنذاك فقط كنت تحقق الديمقراطية والتنمية السلمية في هذا الجزء من العالم، وهذا سيعني مزيدا من الأمان والأمن لنا جميعا. إنما حققته كرمال في خلال فترة قصيرة من الزمن أمر مهم وكبير جدا، فعمرها 32 سنة، وبذلك تعتبر أصغر حاصلة على جائزة نوبل في تاريخ هذه الجائزة في العالم. وبالتالي فإن نضالها ونضالنا نحن، فنقدم لها التهنئة ونتمنى لها حظا سعيدا في المستقبل.